ومعاكم عز ودونقي، واسعد الله وصباحكم بكل خير. عايز اتكلم النهارده وعنوان الفيديو امتى تفضل تخرج. اللي حاب يعرف امتى تختار الوقت الحلو والمناسب كخروجات وطلعات وعادات حلوه. انا اقول لك على رايك عزوز، احلى وقت تخرج فيه وهو الصبح. امتى؟ الساعه يمكن 7 الصبح ولا 8 الصبح، 9 الصبح. يعني الخروج الصبح يبقى حلو، لان ما يحلاش اليوم الا في الصباح مع القهوه والخروجات. انا عن نفسي لما خرجت مره من المرات بالليل حسيت ان يعني لما اجي اخرج بالليل احس ان انا ما بحسش باليوم، ما بحسش ان انا ما بستمتع باليوم. فلما تيجي تخرج الصبح مع البحر كده تحس وتستمتع باليوم، تحس بحلاوه الصبح. تفطر لك فطار حلو وبعدين تشرب قهوه وتعمل لك رياضه جنب البحر وتعمل لك قعده، حتى تيجي تتصور صور حلوه او فيديوهات. فهو احلى وقت في الخروج وهو الصبح. انت لو خرجت بالليل كل واحد بقى ايه زي ما انت حب. انا عن نفسي كعزوز من زمان كنت بخرج الصبح. الصبح حلو وكل حاجه حلوه بتعملها، يعني بصراحه الصبح هدوء وريلاكس. وعايز اقول اللي بيحب الصبح في الخروجات والطلعات والرياضه وكل حاجه اعملوا لي اشتراكات، وعايز الفيديو ده يكون فيه تفاعل كبير، اشتراكات ولايكات وتفاعل. وشكرا لكم وتابعكم قصه بالمهلبيه، وتابعكم عسل.